الاحتلال الإسرائيلي يؤكد في قرصنته وسرقته الجديدة استمراره في حربه ضد العمل الصحفي والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في محاولاته الرامية لطمس الحقيقة وتضليل الرأي العام وفرض رواياته وأجندته الإسرائيلية على هذا العالم. طالب بتنفيذ قرار الأمم المتحدة 22-22 الخاص بحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ومتابعة ومعاقبة المعتدين على هذه المؤسسات الفلسطينية والصحفي الفلسطيني، وأيضا نطالب ب مؤسسات الإعلامية العربية والدولية بالوقوف عند مسؤولياتها ومتابعة هذه القضية الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات لوقفها.